بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس هو تلميذ. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تلميذ خبر المبتدأ مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أنا معلم. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. معلم خبر المبتدأ مرفوع. أنت تلميذ. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تلميذ خبر مرفوع. الفرس يركض. الفرس مبتدأ مرفوع. يركض فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. أين المهر؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا. المهر مبتدأ مؤخر مرفوع. الديك يسيح. الديك مبتدأ يسيح خبر. أين الثور؟ أين اسم استفهام خبر مقدم. الثور مبتدأ مؤخر. متى تقرأ؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه متعلق بالفعل تقرأ. تقرأ فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أركض يا سعيد. أركض فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سعيد منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف والتقدير أنادي أو أدعو. أخرج من الفصل. أخرج فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب وقد حرك بالفتح منعا من التقاء الساكنين. الفصل اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل أخرج. أنا أكتب. أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أكتب فعل مضارع خبر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ. هو يصيح. هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. يصيح فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. أنا تلميذ. أنا مبتدأ تلميذ خبر. أكتب يا عثمان. أكتب فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يا حرف نداء عثمان منادى. المهر يركض في الدار. المهر مبتدأ يركض فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. في حرف جر يدل على الظرفية مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الدار اسم مجرور والجار والمجرور وشبه جملة متعلق بالفعل يركض. أين البقرة؟ في الدار. أين اسم استفهام خبر مقدم. البقرة مبتدأ مؤخر. في الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحذوف خبر في محل رفع. التقدير أين البقرة. البقرة كائنة في الدار. هو يشرب الشاي. هو ضمير منفصل مبتدأ. يشرب فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدأ. الشاي مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أنت تشرب الشاي. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تشرب فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وهو عائد على المبتدأ. الشاي مفعول به منصوب. أين الفرس؟ في الدار. أين اسم استفهام خبر مقدم. الفرس مبتدأ مؤخر. في الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحذوف خبر في محل رفع. التقدير أين الفرس. الفرس كائن في الدار.
أنا أقرأ الدرس أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أقرأ فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدأ الدرس مفعول به منصوب أنت تفهم الدرس يا سعيد أنت ضمير منفصل مبتدأ تفهم فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وهو عائد على المبتدا الدرس مفعول به يا حرف نداء سعيد منادى أنا أحفظ الدرس أنا ضمير منفصل مبتدا أحفظ فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا وهو عائد على المبتدا الدرس مفعول به منصوب أنت تنام على السرير أنت مبتدا تنام فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت وهو عائد على المبتدا على حرف جر يدل على الاستعلاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب السرير اسم مجرور والجار والمجرور وشبه الجملة متعلق بالفعل تنام الثور يأكل الثور مبتدا مرفوع يأكل فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا أنا أركض أنا مبتدا أركض خبر اشرب الشاي اشرب فعل أمر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت الشاي مفعول به منصوب كل الخبز كل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت الخبز مفعول به منصوب المهر يركض المهر مبتدا يركض فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا أين الكلب في الدار أين اسم استفهام خبر مقدم الكلب مبتدا مؤخر في الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحذوف خبر في محل رفع التقدير أين الكلب الكلب كائن في الدار تعال هنا يا كريم تعال فعل أمر بمعنى هلم اقترب وهو مبني على حذف حرف العلة من آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت هنا اسم إشارة يشار به للمكان القريب مبني على السكون في محل نصب ظرف مكان متعلق بالفعل تعالى يا حرف نداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب كريم منادى مبني على الضم لأنه علم في محل نصب مفعول به لفعل النداء المحذوف والتقدير أنادي أو أدعو هو يأكل اللحم هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا يأكل فعل مضارع خبر مرفوع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو وهو عائد على المبتدا اللحم مفعول به منصوب وعلامات نصبه الفتحة الظاهرة على آخره العجل في الدار العجل مبتدا مرفوع في الدار جار ومجرور وشبه جملة متعلق بمحذوف خبر في محل رفع التقدير العجل كائن في الدار أين الدجاجة؟ أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم وجوبا أو تقول أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب مفعول فيه وهو متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره كائنة أو موجودة الدجاجة مبتدا مؤخر مرفوع وعلامات رفعه الضمة الظاهرة على آخره والله أعلم بالصواب.